ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء أركان حرب دكتور محمد قشقوش، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا والمركز المصري للدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني وإحنا بنتحدث عن الدور المصري يمكن منذ بداية هذه الحرب على قطاع غزة، كيف ترى هذا الدور ونحن نصل اليوم إلى أنه المفاوضات التي ينظر إليها الجميع لوقف هذه الحرب تعقد هنا في القاهرة؟ لا اختلاف عن الهايبوليتي الدور المصري المحوري مع القضيه من بدايتها حتى من سنه 47 يعني، لكن كنا بنتكلم على الازمه الاخيره زي حضرتك ما تفضلتي وتصفحتيها يوميا والدور السياسي اللي قامت به الاحزاب، لا اختلاف على هذا يعني. لكن خلينا في صلب الموضوع ونقول ان الدور المصري ليس فقط دور مصالحه او دور يعني لم شمل او حل مشكله التطاوع او دور وساطه، لا الدور المصري اكبر من هذا بكثير. الدور المصري هو دور الحفاظ على الامن القومي المصري والامن القومي الغزاوي والامن القومي العربي. في هذا الاطار عندنا ازمه كبيره متصاعده خدت منحى جديد في اتجاه تقدم القوات الاسرائيليه الى رفح، وده حصل حقيقه في لتطورين يعني، حصل فيه تطورين حصلوا ادوا الى المرحله دي، لان كانت المفاوضات على وشك ان تنتهي بنجاح، لكن حدث ان في تعديل في المطالب الحمساويه وفي تقدم قوات اسرائيليه في اتجاه رفح، وفي اشتباك حمساوي تم في منطقه حضرموت سالم وقتل فيه 3 اسرائيليين. الثلاث احداث دول عملوا تصاعد في الموقف وعلى اثره القوات الاسرائيليه دخلت الى معبر رفح الغزاوي. عندنا 2 معبر رفح، رفح غزه اللي نعم. موجود شرق الحدود ورفح مصر اللي موجود غرب الحدود. ورفعوا العلم الاسرائيلي والعلم وعلم الوحده العسكريه اللي قائمه بهذا طبعا هذا التصاعد يعتبر يعني تصاعد يعني غير مرغوب فيه، لانه اتى في مرحله كان يمكن بعض العناصر من الشعب الفلسطيني الغزاوي ابتدى يحتفل ان الهدنه اللي وصلنا لها هتكون بدايه الحلول السياسيه لحل المشكله بين حماس وبين طيب رفح. هذا التصعيد الحادث الآن في القطاع واقتحام قوات الاحتلال إلى رفح الفلسطينية وفي تحذيرات عالمية من هذا الوضع، كيف تقرأ وكيف ترى كمان الدور المصري في هذه المرحلة بالتحديد للوصول إلى نقطة اتفاق ما بين الجانبين؟ اللي هنا يعني عندنا بيحكمنا ان القوات الاسرائيليه او الحكومه الاسرائيليه عندها توجيه من الولايات المتحده ان ما يتمش عمل عسكري في رفح الا للضروره القصوى في اقل قدر ممكن، ويكون في ثم ترحيل للمواطنين الغزاويين من المنطقه بحيث لو اضطر الجانبين للقتال يبقى الضرر اللي يقع على المواطن الغزاوي اللي يعني الغير متدخل في القتال اقل قدر ممكن. ده اللي قالته الولايات المتحده. اسرائيل بدات تجلي بعض الغزاويين من اول امبارح، ولكن الرقم اللي تم اجلائه ووزعت هذه البيانات اسقطتها الطائرات وزعتها بتتكلم على اخلاء 100,000. 100,000 حتى لو فكرنا في 100,000 بنخليهم بوسائل الاخلاء البدائيه، عربيات كارو وناس على رجليها، لان ما فيش وقود موجود عشان احرك شاحنات اتوبيسات اقدر انقل لمكان يعني يعتبر الى حد ما امن عن مناطق القتال. بعد 48 ساعه اسرائيل اخلت 50,000، يعني خلال المده دي كلها تم اخلاء 50,000، يبقى احنا محتاجين 4 ايام عشان نخلي 100,000. تخيلي حضرتك لو عاوزه تخلي 1,000,000 مواطن، احنا بنتكلم في رقم بافتراض توفر الوقود وتوفر وحتى مع الاخلاء، فيعني حتى المنظمات الامميه اكدت انه لا يوجد مكان امن الان في القطاع. لا يوجد اماكن امن بشكل كامل، لكن الاماكن الامنه موجوده نقدر نقول نسبيا انها بعيده عن محور عن محاور التحركات، ولكن حتى لو هي بعيده عن مناطق القتال هي متداخله في قصور الامدادات، في قصور المساعدات، في الحياه، في الميه، في الكهرباء، كل ده مش متوفر. المعاناه اللي موجوده معاناه يعني تزيد من الازمه لما يكون في قتال. المرحلة الحالية دي مرحلة فاصلة، والمرحلة دي كلنا نتمنى ألا نصل إليها،
لان احنا كنا على وشك من يومين ثلاثه ان احنا يبقى في عندنا شكل حل، والقاهره كانت متزاهمه زي الكمال الكلام، واسرائيل وقفت عليه وحماس كانت وقفت عليه. الرده اللي حصلت نتيجه اللي انا قلته لحضرتك خلت القوات الاسرائيليه تتدخل وتصل الى معبر رفح الغزاوي، ويتواجد لها قوات خفيفه على الاجناب المحيط رفح. نعم. لكن هي القوات لم تدخل قلب رفح، لم تدخل المنطقه اللي هي بتتمنى ان تدخلها عشان تبحث عن اين توجد الخنادق والانفاق اللي موجود فيها قوات حماس والرهائن. طيب. المرحله دي مرحله صعبه. نعم. مرحله صعبه، لكن بالتوازي العمل السياسي مصر لم تأله جهدا، ولغايه دلوقتي لغايه اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها المباحثات الوفد الاسرائيلي موجود في مصر ولم ما نجحش. طيب. ما دام موجود في مصر وحماس غادرت وهترجع بعد بكره للاستئناف، نتمنى ان الجهود اللي بتبذلها مصر والشركاء والولايات المتحده تنجح في الوصول الى رأب الصدى والوصول الى المرحله الاولى اللي كنا بنفكر فيها ان يتم الاخلاء على. طيب مع كل الامال المنعقده، صحيح مع كل هذه الامال المنعقده على هذه المفاوضات ان احنا نصل الى نقاط اتفاق علشان حمايه كل المدنيين اللي هم ضحايا هذه الحرب وكل هذه الدماء وكل هذه الارواح وكل هؤلاء الضحايا، لكن ماذا اذا لم يتم هذا الاتفاق باي شكل؟ يعني حضرتك بتقول لي انه كان في تعنت من بعض في بعض النقاط من الجانبين، هل في سيناريو فيما يخص القطاع ما هو أسوأ مما يحدث الان؟ يعني النقطه اللي احنا متوقفين عندها هي استئناف المفاوضات بعد تحرك القوات الاسرائيليه والاكشن اللي قامت به قوات حماس في منطقه رود سالم اللي هو المعبر الشاحنات. نتمنى ان احنا نقفز على المرحله دي ونعود الى ما كنا عليه لاستكمال التفاوض. احنا كنا وصلنا لمرحله بنتكلم في ثلاث مراحل، كل مرحله 42 يوم، ويتم عدد من الرهائن يخلوا وعدد كبير من الاسرى الفلسطينيين في اسرائيل يعودوا، ثم نرجع نتكلم في صلب القضيه في المرحله النهائيه. نتمنى ان اللي حصل امبارح والنهارده ويعني نتخطى المرحله دي ونكسب النقطتين التفاوض عشان نوصل للشيء المناسب. مصر راضيه عنه، الاطراف راضيه عنه، الولايات المتحده بتدعمه، يقدر نقول ان احنا عاوزين ناخد خطوه جديده للامام ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا اللواء أركان حرب دكتور محمد قشقوش، مستشار أكاديمية مصر العسكرية العليا والمركز المصري للدراسات الاستراتيجية.